destination هذه الفرصة حلوة برشا مزيانة برشا نجم نكونوا موجودين مع لي جون مع لي ستوديون باش نجمو نفسركم الفكرة تاعنا باش نجمو نحكي لكم على حوايج كونكريت كيما حكاو توا بسمة ومروان باش نزيد نحكي سورتو على لي جروب دو ترافاي على لي كوميسيون اللي غادي نتعملو بون مش دي كوميسيون سي بلوتو دي سيلول قبل كل شيء الفكرة كانت تلقائية باش نعاود جيست نركز على بعض النقاط الفكرة كانت تلقائية عفوية معناتها ما فماش شكون جا قال مشيو اعملوا ولا تلمدوا ولا تكونوا الفكره بدات على الفيسبوك فما شكون دايره في التلفزه دونك عجبتنا الفكره لقينا اللي فما اودينس فما شكون يحب يشجع فما شكون يحب يتلمد دونك قلنا سي سي دوماج سي الانرجي هذه كلها تضيع دونك سكون في سي تو سامبلومون دو كاناليزي الانرجي هذه باش ما تكونش جوست ان فينومين على فيسبوك دونك هبطنا للتيرات لقينا خدمنا تلمدنا حكينا برشا افكار برشا حماس بوكو دينيرجي وتوا effectivement on a 7000 et même plus donc on essaie de voir comment on va s'organiser c'est pas facile parce que demain 7000 faut donner je m'en vais 9000 l'idée est de prendre de l'ampleur gagne du terrain et donc nous avons choisi Kivesh nous beaucoup de nous parlons qui m'a dit Marouane là on a fait un chef ou un sous chef un président un vice président la ouais qui décide où je m'accole pas du tout donc je me trouve voir comme tu vois chez les mon jeu sur les pages Facebook les idées sont proposées même par le code pas nécessairement l'arbre qui est aujourd'hui dans le sens où il est aujourd'hui là mais je compte aujourd'hui faire des offres d'ailleurs moi dans ma crème moi dans l'affaire le plus beau légit mon mouchkin mon tour sur l'as mon barche place green ou l'arbre est quand même figure ou la fessée lui est quand même barche place ou il tape le nom par exemple je trouve je connais les marques qui marquent un Facebook lui moi je trouve et pourtant quand il marque une marque dans Facebook ça fait longtemps allez حاجة ثانية بالنسبة للانتماء وبالنسبة للتوجه وبالنسبة لكذا احنا ما عندنا حتى انتماء سياسي احنا ما حناش نخدموا في المجال السياسي احنا الهدف نتاعنا هو الشباب يوصل ويخلط لانه تو 3 سنين احنا نستناو ونتفرجوا ونقولوا كل مرة هاو ماشي هاو قالوا هاو قالوا ماشي يحاولوا هاو قالوا فما برنامج ولكن ما فهم شيء ما نحكيش على 23 وعلى 40 وعلى 50 سنة اللي فاتوا كنا نعرفوا شنو الحكاية كيفاش تخدموا كيفاش تعملوا مؤتمر وسنة الشباب وما شنو وكل ما فهم شيء لكن في ثلاث سنين حلمنا وقلنا بعد ربع جنبي لعبت كل كانت فرحانه ولعبت كل كانت تستنى قالوا فينا المو سي اون ايت اريفي مش نوصلوا مش ناخذوا مش مولين نتشافوا نحكيوا ونعبروا ونخدموا البلاد ولكن ما صار شيء ونشوف البلاد وين وصلت اليوم انتخ à cause de l'absence des jeunes فمش كان مشكل فما برشا مشاكل اخرى صحيح لكن زاد الشباب كان غايب لو كان الشباب كان موجود ديما نشوفوا احنا المشاكل اللي موجوده بعض المشاكل اللي موجوده في البلاد موجوده متاصله في الشباب كي نحكيو على المناطق الداخلية، العباد اللي انطفت، والعباد اللي في الشوماج، والعباد اللي ماهيش لاقي حل لحياتها، العباد اللي قاعدة تحرق، اللي قاعدة تموت، اللي قاعدة هاربت، اللي قاعدة في القهاوي ما تعرف حتى شيء، خاطر يقول لك أنا ما عندي حتى حل وحدي ما نجم نعمل حتى شيء، شكونهم؟ كلهم شباب، وحده صحيح ما نجم نعمل حتى شيء، لكن كي نتلموا بعضنا كل نجم نعمل. وهذه الفكرة أنه نلمدوا الأصوات الكل اليوم، كاناليز سيت إنرجي بوزيتيف. اللي يحب يخدم، اللي يحب يعطي، اللي يحب يساهم حتى الفكرة مجهود، يقف معنا، يجي معنا، مرحبا به. وكلنا نخدم مع بعضنا ما فماش شاف نطبقوا ما فماش فكره قاعدين متقينين بها نطبقوا فيها الناس الكل بديتو حاجه اخرى زاده بالنسبه للانتماء والتوجه ما احنا مع حتى حزب وما احنا مع حتى نقابه وما احنا مع حتى جمعيه احنا مع الكل وضد حتى واحد لو كان اني معاك لاني ضدك عندنا فكره تلمنا تلم جماعتك مش على خاطر انت تحب الحزب ما نحب نسمي حتى اسمي حزب هذاك والحزب هذاك والحزب هذاك معناتها انت ضدي ولا ماكش نو فادي فو احنا عندنا فكره برك تلمنا اللي هي انه نوصلوا الشباب لمناصب اخذ القرار خاطر نؤمنوا بفكره تقول انه ما تتحل المشاكل نتاع الشباب وبالرسمي الصوت نتاع الشباب ما يوصل الا ما يكون فما شكون في مناصب اخذ القرار من الشباب اليوم كي نشوفوا المجلس التاسيسي اللي صار في الانتخابات نتاعو في 2011 لا ريبريزونتاسيون دي جون اللي بريسك نول بون صحيح انتخابات ما صارتش تعيينات ولا ولا باش يعملوا نظام معناتها باش يرضيوا للشباب حطوا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة كما صار في حكومة من الحكومات حطوا وقت شو اسمه سليم عمو وفي الأخر سليم عمو خرج خاطر إلى تخرج سي فين ماسكاراد ومش قاعد يعمل حتى شيء خاطر ما ينجم يعمل حتى شيء مقيدينه معناتها جوست حاطينه تصويرة أول حاجة ومش هذا اللي حاجنا بيه مش هذا اللي حبوا نخلطوا له إي دونك لازم نكونوا موجودين خاطر إذا مش نقعدوا غايبين كيما هكا ومهبطين يدينا ونتفرجوا ونقعدوا نستناو في الوعود اللي قاعدين يوعدونا بهم والشعارات اللي قاعده تتقال ما مش يصير حتى شيء مش نقعدوا ديما هكا دونك سو راسومبلي سيتي لا بروميير فاز دونك اون ايسي دو راسومبلي تو موند اون ا ريوسي بريسك 90%
فما برشا جماعه مازال يقول لك لا انا جيك بابا وش بونس با لي الشباب اللي يجم يعمل حاجه ولا جو بونس با لي بالرسمي انتم مستقلين احنا ولا فيش صار يحب يثبت بالحق يجي معنا ويشوف وش يخدم معنا ويشوف ويشوف بالحق اللي احنا مستقلين احنا نخدم في حتى خدمه سياسيه ولا حزبيه لكن نعود ونأكد ونقول احنا ما احنا ضد حتى حزب احنا ضد حتى تيجي خاطر خدمتنا ماهيش خدمتهم احنا خدمه اخرى عندنا واهداف اخرى مش نفس الاهداف نتاعهم واللي يحب يجي من الحزب مرحبا به ولكن مش يخدم في نشاطه الحزبي في اتجاهاته الحزبيه يخدمها في حزبه ينا غير فيها عندنا بعد ينا عبر رسمي عنده انرجي وعنده دي زيدي وعنده دي بروبوزيسيون يمشي للحزب نتاعو يبقى الرسمي نجم يوصل ونجم يخلط بالافكار نتاعو وبالنشاط نتاعو دونك لا بروميير ايتاب سيتي دو راسومبلي لي جون هذاك علاش كنا اسي بريزون ديرنيرمون في لي راديو في لي بلاتو تيلي فما حدا ديسيد تحكاو Donc, on a fait plusieurs réunions, on était très très présents sur Facebook et on continue à l'être. باش نلمدو أكثر عدد ممكن من الشباب باش الفكرة توصل. وحاشنا خاصة بالبلايص اللي صعيبة نقولوا احنا، صعيبة عليهم وصعيبة علينا احنا باش نجموا في نهار وليلة نوصلوا لهم. هذاك علاش احنا قاعدين نعملوا في السيلول هذوما في الجمهورية كاملة باش بالرسمي الفكرة توصل وعباد تفهم وتجي معانا. هذاك علاش فما اون des directions si je puis dire معناتها الهدف الاول اللي هو نتاع التحرك هو تحسيس الشباب لا سنسيبيليزاسيون دي جون اللي اليوم ils sont démoralisés اللي ما عادش عندهم ذاك الانتوزيازم اللي كان موجود قبل وقت 14 جانفي وبعد شويه بعد 14 جانفي دونك نحبوا نخدموا عليه نحبوا نرجعوا هذاك الحماس هذاك ونحبوا نرجعوا هذيك الروح هذيك اللي فقدناها اليوم اللي ما عادش موجوده خاطر اون يكوا بلو وهذا هو الصحيح وهذا اللي قاعدين عايشين دونك فما خدمة كبيرة دون سو سونس لا أنا واحد من الناس نقري في الفاك إي دونك نعمل دي زانترفونسيون مانيش أونسينيون أونيفرسيتي إي دونك جو فوا سا تو لي جور معناتها نشوفو في لي ستيديون كي نحكي معاهم كي أون بليس نقري معناتها جيستيون كونديت دو بروجي دونك ياسر أورينتي على لونتربريز وعلى الخدمة ونشوف لي ستيديون ما عندهم حتى أمبيسيون بريسك أبار كيلكو زون إي دونك سي دوماج أنا وقت قريت كيلكو زون ما كناش هكا معناتها même si quand ظروف صعيبه صحيح ما كانتش خير من باو ما عرفش حوايج ولكن سا سيكسبيك اوسي بالكونتكست اللي احنا عايشينه اليوم وذاك علاش الخدمه هذه اللي تريز امبورطون تفير انه بالرسمي الجون لازم يرجع ياخذ ثقه في روحه وفي افكاره ويقول انا نجم نخدم ونجم نعاون البلاد ونجم نعمل الاكس الثاني بيان سور كما كانوا يقولوا بسمه ومروان هو فرض مش طلب وتعملوا مزية وكان تعملوا تشوفوا كيش تقاونا حلول لا فرض تشريك الشباب دونك اون مي لا بريسيون ما حناش جايين احنا نطلبوا حقوقنا مش نطلبوا بمزية وقت حكيت على مجلس التاسيس قبيله راهو فما ان شيفر اسي انتيرسون اللي يقول لك ما عادش بالضبط قد ايه 40-50% من البوبيلاسيون ميم بلوس شباب وقت شكون يمثلك في السلطه فماش 40% مش بونس حتى 10% فماش دونك فوالا هذاك علاش قلنا il faut être présent il faut arriver au poste clé اللي نجموا بالرسمي يحلوا مشاكل العباد وقت يبدا الشاب موجود في بوست معين حتى المشروع اللي مش يقترحه حتى الفكره اللي مش يعملها مش تكون معناتها عندها كيلكو با كيلكو سوا الدومين كيلكو سوا المجال عندها علاقه بمشاكل الشباب وعندها علاقه حتى بعقليه الشباب مش مشكل تكون معناتها مش تحل الفايده مش تحل المشاكل الكل في مش تحل المشاكل الكل في نهار واحد ولكن تكون مرتبطه كيلكو با بعقليه الشباب وفكر الشباب بالنسبه للاورغانيزاسيون تاعنا تو قلت لك الكل تسوى عليه غدا مش نوريو ان شاء الله 20000 و30000 ممكن اكثر دونك بالنسبه للاورغانيزاسيون تاعنا توا دايوغ فما كيستيونير قاعد موجود اون ليني قاعدين نلمدو في لي كومبيتونس في لي بروبوزيسيون حاطين برشا مجالات حاطين برشا دي دومين دو كومبيتونس وكل واحد يسو بروبوز من العباد اللي موجودين معنا كل على فيسبوك وين يحب يخدم شنو هي الفكره اللي نجم يضيفها فاش نجم يعاون يوث كان في انا جروب يحب يخدم اي دونك اون فا سورغانيزي اون سيلول اون جروب سي فا يفوار دي تيم ديفيرون ويكونوا كما نقولوا اهل الاختصاص هما اللي يخدموا بالرسمي في السيلول هذيك ولا في الجروب هذاك ونحاولوا يقدموا اقتراحات ويكبروا الفكره اللي عندهم والبرامج اللي عندهم باش نجموا نقدموا باش نجموا نخدموا خاطر وقت مش نمشيو لقدام من الاخر مش باش نحكيو كان كلام ولا سي في راه باش ندخلوا برامج ندخلوا بافكار وبحلول مش كان بريزونس مش كان سي في كاو حاجه اخرى زاد
Donc c'était la première étape, rassembler. La deuxième étape, elle est, consiste à revendiquer qui est à l'aise. Donc là, dans quelques jours, on va aller rencontrer Roubaï, ومش نقابلوا زادة مهدي جمعة يفوى تسلم رسمياً المهام نتاعه وخذا بلاسته كرئيس حكومة. دونك مش نقدموا له الاقتراحات نتاعنا، مش نقدموا له عنا لات خوفيرت تبناها، مش نقدموا له عنا لي سيناتور على العريضة، وعنا زادة شوية برامج وحكات هي تو حاضرة موجودة نجموا حتى نطبقوها ونخدموا في الوقت الحالي في الفترة الانتقالية اللي نحكيو عليها. فما برامج أخرى الفترة اللي من بعد. L'étape الثالثة هي donc on va postuler donc l'amener les candidatures dans la tête les bras mais après حاجة نحب نوضحها زي donc نقوله مراكز أخذ القرار مش كان وزير ولا كاتب دولة ولا شيف كابيني شو فرق ولا مستشار راو قلنا في كامل مؤسسات الدولة مش معناتها كامل مؤسسات الدولة معناتها الوزارة من الفروع حتى اللوطة معناتها كامل الفروع كامل الإدارات الجهوية كامل فما اللي يسميهم الوكالات ولا لي كوميسيون، دونك نحبوا الشباب يكون موجود في البلايص الكل. مش كان في المناصب اللي تتشاف في التلفزه اللي نحكيو عليها، فما مناصب اخرى زاد مهمه وفيها اخطر ولكن ما نشوفوهاش وما نسمعوش بها. فما الولات. فما المعتمدين. فما المجالس النيابيه في البلديات. عندنا شكون جاء قال انا نحب نقدم السي في نتاعي. باش نخدم في المجلس البلديه نتاع الحومه نتاعي. عندي الحومه نتاعي عندها قدام من عام مكسره والضوء ما يشعلش ومشاكل الزبله ما تهزش. دونك ما لقيت حتى حل. شديد كتبت عملت كلمت بعثت ما لقيت حتى حل. الحل الوحيد اللي انا نوصل باش ناخذ ديسيزيون هذه باش الامور هذه تتصلح. دونك هذا كله ماشي في نفس الفكره راه. كله ماشي في نفس الفكره وفي نفس الحماس في نفس الديريكسيون. والليتاب الرابعة هي اون فابروبوزي نو بروغرام، لي بروغرام اللي قاعدين نعملوا فيهم توا وحاجة للناس باش يجيو يعاونونا باش نعملوهم، مش نعملوهم مش باسم شخص ولا باسم أشخاص ولكن باسم المجموعة باسم التحرك يوث كان. ومن بعد فما عباد اللي تحب ترشح المناصب احنا باش نكونوا معاها باش نوصلوا لرشح المناصب، هذه فكرة موجودة زادة أنه باش نشجعوا العباد الكل اللي تحب توصل احنا معاها، أنه اون فا تو تيتيليزي اي تو ميتر اون أوفر باش الشباب يوصل، هذاك الهدف الوحيد نتاعنا.